دابا هذا اللي كتنعبد فيه انا هو الرب ديالي. انت كمسلم، انت المسلم المغربي، تنهضر معاك مال امك، شغلك فيا؟ علاش نحترم هاد الناس؟ هادو تيدخلوا سوق كرهم بالعربيه تاع العرب، تيدخلوا سوق كرهم، تيجيش يقول لي علاش تعبد هادي، علاش تعبد الاصنام، واش عطاوك، واش كذا؟ لا، ولكن انت المسلم تجي تديرها، تجي تبغي تمارس عليا الداعشيه ديالك، هذاك الدين ديالك تبغي تفرضه عليا. تحيه للسيد الشريف العفيف رفيق بوبكر، تحيه للسيده الشريفه العفيفه السيده مينا بوشكيوا، تحيه لكم. خاصك تعرف الشعب الدعشوشي بانه راه ماشي غير انت بوحدك اللي كاين في هاد البلاد هادي، كاينين الملحدين، كاينين المسيحيين، كاينين اليهود، وكاينين عبادات الاصنام اللي انا واحد منهم. انا تنعبد الاصنام، مغربي يعبد الاصنام. باش ادي تمك انت، واش رفيق بوبكر هو اللي ضرب 17 مليار؟ هو مول 17 مليار، علاش ما نطوش لهذاك يخوركم 17 مليار؟ والاستاذه مينا الشريفه العفيفه، واش هي اللي قلت لكم راه 20 درهم يقدر يعيش بها المغربي، يدوز بها نهار و20 درهم في اليوم؟ علاش ما نطوش لهادو وطالبتو بالشنق ديالهم؟ طالبتو غير بالشنق و70 عام و80 عام ديال الحبس الرفيق بوبكر والاستاذه مينا؟ يداو يعيش المنافقين. الله يمكم ما نتفكوا معاكم، بالرب هاد البلاد تيولي فيها العدد ديال الكنائس قد العدد ديال الجوامع، والعدد ديال المعابد اليهوديه كذلك تا هو قد العدد ديال الجوامع. هذا هو، وانا غنبقى نشرف الاصنام في المغرب، اي بلاصه نحط فيها صنم، حيت كاينين عبده الاصنام. اي واحد يعبد اللي بغى، اللي كيعبد الشياطين. ياك نتوما تقولوا لكم دينكم ولي دين، علاش تجي تدخل فيا؟ تنهضر مع امك المسلم المغربي الكلب الحمار الداعشي، تندوي مع الدواعش، انكم شعب داعشي. اي واحد تيقول عاش الشعب فهو حمار، واكبر حمار دين امك على وجه الارض هو داك اللي تيدافع على داك الشعب وتيقول عاش الشعب. كاين عاش الشعب الاول، عاش الشعب المغربي تتعني عاش الداعش، لانهم شعب داعش تحترموش الحريه الشخصيه ديال البشر. الحريه الدينيه ديالي ما سوقش امك فيها، هذا هو اللي كاين. تلاحين على البوكو.